في الفترة الأخيرة انتشرت حملات كتير حوالينا الهدف منها الترويج لأفكار ضد مبادئنا وفطرتنا، لدرجة إن الموضوع وصل للأطفال. علشان كده فكرنا نعمل سلسلة قصص من القرآن علشان نعرف أطفالنا القيم والمبادئ اللي تربينا عليها وإحنا صغيرين، وعرفنا بيها حاجات كتير في حياتنا، ونتمنى إن إحنا ننفع بيها الناس ونعلم الأطفال قصص من القرآن بشكل بسيط. وده هيكون الفيديو الأول في قصص الحيوان في القرآن. بتبدأ القصة مع راعي غنم اسمه صادق، وهو بيأكل الغنم والطيور بتاعته، لكن بيجي غراب وبيقوله انه ما بيحبش البشر لانه معتقد ان البشر كلهم بيكرهوا الغربان، بس صادق بيقوله ان البشر بيحبوا مخلوقات ربنا كلها زي بعض، لكن الغراب بيقوله ان ده كلام مش صح، وبيقوله انت محتاج تأكلني علشان بس تاخد الثواب، لكن انا مش هخليك تأكلني، وبيسيبه ويطير. وبالليل بيفضل صادق يفكر في كلام الغراب، وبيقول لنفسه انه فعلا هو اللي محتاج يأكله علشان ياخد الثواب، فبيقرر انه الصبح هيدور عليه ويعتذر له. وتاني يوم فعلا بيلاقي الغراب بيصطاد في البحيرة، وبيقول له الغراب ان مشكلته مع البشر، وان الانسان بيظلم اخوه الانسان من بداية التاريخ، وده مش كلامه هو، ده كلام جده الاكبر غربوب اللي شاف اول قصة ظلم في التاريخ وحكاها لاحفاده، واحفاده حكوها للي بعدهم لحد ما القصة وصلت ليه هو. فبيسأله صادق عن القصة دي، فبيحكي له الغراب عن اللي سمعه، وبتبدأ القصة مع الغراب غربوب اللي كان عايش في الفترة الأولى للبشر أيام سيدنا آدم عليه السلام، وكان بيقف على الشجرة اللي موجودة عندها أولاد سيدنا آدم قابيل وهابيل. ومن صفات قابيل إن هو كان شخص قاسي وطماع وما بيحبش غير نفسه، أما هابيل فكان طيب وبيحب الخير. بعدها بيتكلم غربوب مع أخوه جعبوب، وبيكون غربوب عايز لما يكبر يبقى قاضي الغربان علشان يطبق العدل ويرجع الحقوق لأصحابها. وبتعدي الأيام وبيكبر قابيل وهابيل، وكل واحد فيهم بيبقى عنده أرض بيزرعها وغنم وطيور بيرعاهم، لكن قابيل ما بيقبلش إن طيور غريبة تاكل من أرضه، ولما بيجي الغربان غربوب وجعبوب علشان ياكلوا من أرضه بيضربهم وبيطردهم، على عكس هابيل اللي كان بيرحب دايما بأي كائن ياكل من أرضه. وبحكم إن هابيل طيب فبيساعد أخوه قابيل إن هم يبنوا كوخ مع بعض علشان يحميهم من المطر والبرد، ولما بيخلصوا بيروح هابيل علشان ينام في الكوخ، لكن قابيل بيقوله إن الكوخ ده بتاعي لوحدي وبيمنعه ينام فيه، وبيفضل هابيل يتحايل عليه علشان يسيبه لكنه ما بيرضاش. وبالليل بيروح هابيل ينام في الكوخ من وراه، ولما بيعرف قابيل بيضربه بعصاية على دماغه وبيعوره، وبيقوله مش أنا قلتلك ما تنامش هنا، وبيكونوا غربوب وجعبوب واقفين يتفرجوا على كل ده، وبيقولوا إن هابيل مش هيشتكي لسيدنا آدم عليه السلام لأنه طيب ومش عايز يأذي أخوه، وفعلا ده اللي بيحصل. وبتعدي فترة لحد ما سيدنا آدم عليه السلام بيقول لقابيل وهابيل إن هما هيتجوزوا، وبيختار عروسة لكل واحد فيهم، وهابيل بيكون مبسوط بعروسته، لكن قابيل بيكون متضايق وبيقول لأخوه اشمعنى انت تاخد العروسة دي وانا اخد اللي معايا، ده كده ظلم وانا عايز ابدل. لكن هابيل بيقوله ان دي اوامر ابونا ولازم نسمع الكلام ونطيع امره. ولما بيختلفوا هما الاثنين بيروحوا لسيدنا آدم عليه السلام، وسيدنا آدم بيقول لهم إن كل واحد فيهم هيقدم قربان لربنا، واللي ربنا هيتقبل قربانه هيبقى هو الفايز. وفعلا بينفذوا الأمر، وكل واحد بيدور على القربان اللي هيقدمه، لكن قابيل علشان شخص طماع قال إنه أكيد مش هيقدم خروف ثمين من عنده ولا حتى دجاجة علشان الدجاج اللي عنده حلو، فقرر إن هو يقدم شوية قمح فاسدين وخلاص. أما هابيل اختار أفضل خروف عنده علشان يقدموا قربان. وبعدها بيطلع هما الاثنين على تلة عالية وبيحطوا القرابين بتاعتهم، وبعد شوية ربنا بيتقبل قربان هابيل وبيفضل يسجد ويقول الحمد لله، لكن قابيل بيكون متضايق وعمال يقول لهابيل اشمعنى انت يتقبل قربانك وانا لأ، وبيتضايق منه وبيهدده انه هيقتله. وهابيل بيقوله ان ربنا بيتقبل من المتقين، ولو تبت وقربت من ربنا هيتقبل منك، لكن قابيل كل اللي في دماغه انه عايز ينتقم ويقتله. وبعدها بيمشوا هما الاثنين، وهنا بنشوف غربوب لما نجح وبقى هو قاضي الغربان كلهم، وبقى يطبق العدل والخير وبيرجع للغربان الحقوق بتاعتهم، وجعبوب بيكون فرحان قوي ان اخوه نجح وبقى قاضي. وفي الوقت ده بيكون في غراب ممسوك اسمه زعقان، ومتهم انه خطف زوجة غراب تاني صاحبه، ودي جريمة عقوبتها الموت، فبيحكم عليه غربوب بالموت، وبيقول للغربان التانية ينفذوا فيه الحكم، وهو لما يرجع هيدفنه بنفسه، وبعدها بيطير. ولما بيطير غربوب
بيشوف قابيل وهو الغضب مليه وعايز ينتقم من هابيل بعد ما خلاص اتجوز اللي هو كان عايزها. فبيروح قابيل على شجرة وبياخد منها غصن ضخم يكسره وبيروح على هابيل وهو نايم، وهابيل بيكون فاكر ان قابيل جاي يتكلم معاه عادي، لكن قابيل بيضربه بالغصن على دماغه كتير لحد ما بيموت. بعد كده قابيل بيشيل هابيل على كتفه وبيمشي بيه وهو مش عارف يعمل ايه، وبيكون خايف يسيب جثته في كهف لحسن سيدنا آدم يعرف، وبرضه بيكون خايف يرميه في البحر لحسن حد تاني يشوفه، وبيفضل ماشي بيه فترة طويلة لحد ما بيتعب وبيكون مش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده بيكون حكم الإعدام اتنفذ في زعقان، وغربوب واخده علشان يدفنه في المكان اللي معدي منه قابيل، وبيفضل يحفر في الأرض وقابيل بيتفرج عليه وبيكون مش فاهم هو بيعمل ايه، وبيقول لنفسه هو الغراب ده بيعمل ايه، لحد ما بيشوفه هو بيحط فيها جثة الغراب اللي مات، وساعتها بيفهم انه المفروض يعمل كده مع هابيل، وبيندم اشد ندم انه كان اقل من الغراب ومش عارف يعمل زي ما هو عمل. ودي كانت قصة اول جريمة قتل في التاريخ، وطبعا دي كانت من اصعب جرائم القتل لانها حصلت من اخ لاخوه، وده بيخلينا نعرف ان مش لازم الغضب والحقد يتملك مننا، لانه ممكن يوصلنا لحاجات هنندم عليها، ولازم نتعلم اننا دايما نحمد ربنا ونرضى باللي قسمه لينا وما نبصش للي في ايد غيرنا، ومش لازم ننسى ان بين الاخوات اعظم رباط لازم نحافظ عليه ونخاف عليهم اكتر من نفسنا، لان الاخ هو السند والظهر ليك واللي المفروض يبقى اقرب لك من اي حد. ما تنساش لو عجبك الفيديو والمحتوى ده انك تعمل لايك وشير، وتكتب لنا في التعليقات لو عايزيننا نكمل في نفس المحتوى.